ويمكن كمان يا منى من جميع يعني من ضمن المتحورات المنتشره حاليا واللي تنتمي لمتحور اوميكرون، ولكن الحمد لله ما بتسببش حدوث حالات مرضيه شديده. وحاجه كمان مهمه جدا اكدت عليها وزاره الصحه هي اعراض الاصابه بالحزام الناري يا جماعه اللي بقى يشتكي منه حتى صغار السن. تم الاعلان في منشور توعوي مهم لكل الناس عن هذا او عن اعراض الاصابه بالحزام الناري، والوزاره قالت ان الاعراض بتتمثل في مجموعه كده، ممكن ايمان تقولها لنا. اول حاجه طبعا الم شديد واحساس بالحرقه مكان الاصابه، وجود طفح جلدي بيفضل قاعد ايام، كمان في حساسيه تجاه اللمس او الضوء الشديد ايا مكان مصدره. كمان عن مضاعفات الحزام الناري، الوزاره قالت ان هي بتشمل الم عصبي شديد بيستمر ممكن لحد 3 شهور. الوزارة قالت ان العلاج بسيط وبيتم دايما تحت اشراف طبيب، يعني ما حدش يوصف لنا حاجة لانه اصيب بنفس الموضوع قبل كده، لان دي بتبقى فيه فروقات فردية ما بين الناس وبعضها. صحيح، ومش معنى ان يبقى في حاجة من دول ان هي دي كورونا، يعني في ناس بيجيلها حزام ناري وعادي لوحده، ملهاش علاقة. فاحنا لازم نشوف الاعراض كلها ونتكلم طبعا مع طبيب ناخد حذرنا يعني عشان ناخد العلاج المظبوط، لكن زي ما كلهم طمنونا انها ما بتطولش. هو يمكن دايما افتكر كلام دكتور عاصم فرج لما قال ان يعني ما يعني اتى بعد كوفيد وكورونا في شويه تغييرات وشويه متحورات وشويه حاجات بتطلع لسه احنا بنحاول نفهمها، ولكن الحمد لله كلها بسيطه لحد النهارده، مش حاجات خطيره، مش وباء، مش حاجه ممكن تسبب الذعر زي ما حصل ساعه كوفيد في 2020. الحمد لله.